ماشي ماشي أصدقائنا، كيفكم؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا بحكاية جديدة وكاملة وراح تعجبكم أكيد، ولو وصل هالمقطع ل2500 لايك راح نكمل الموسم الثاني على طول. فبدنا منكم تفاعل يهز القناة هز، وأكيد لا تنسوا اللايك والشير وتساعدونا لنوصل ل100 ألف مشترك بالاشتراك. و ليتس جو. هاي هي بطلتنا هاروكا، اتأخرت على امتحان الموسيقى الخاص بالقبول بمدرسة ساوتومي، لكن الأمن ما بيسمح لها تفوت وبيحكوا لها انه ممنوع وبيدفشوها لتبتعد عن المكان، وبيجي بعدها شاب وبيحاول يساعدها وبيطلب منهم يسمحوا لها تفوت للامتحان، وبيصروا انه القوانين بتمنعها الشي وبيحكوا انها مهملة ولهيك تأخرت عن امتحانها. بهالوقت بينزل شاب غني من سيارته وبيقول انه هالكلام مو صحيح، وانه هاروكا تأخرت عن الامتحان لانها انقذت طفلة ضايعة قدام عيونه. بيجي للأمن اتصال من الإدارة بيطلبوا منهم يسمحوا لهاروكا تفوت لجوا، وبتتشكر هالشابين على مساعدتهم لإلها، وبهيك بتقدر تفوت لتقدم امتحانها وتنجح فيه أخيرا لتكون طالبة رسمية أكاديمية ساوتومي للموسيقى. وبتيجي بعد رفيقتها تومو اللي التقت فيها بوقت الامتحان وبتهنيها بالنجاح، وبتحكي لها انهم رح يكونوا بنفس الصف سوا، وهالتنتين كمان رح يكونوا رفقات بنفس الغرفة مع بعض. أما عن طموح هاروكا فهي إنها تكون كاتبة أغاني، والمفاجأة كيف بيرحب المدير ساوتومي فيهم باستعراض غريب ورائع ومع رقص طالما إنهم بمدرسة موسيقى. وبعد انتهاء الفعاليات بيجي الطالب اللي ساعدها أول مرة واسمه ويتوكي وبيفاجئها وبتتشكره، وكمان بيشوفها طالب تاني وبيناديها باسم إليزابيث وبينط باتجاهها، فبيمسكها واحد ما بتعرفه وبيبعدها عنه. والمفاجأة انه هالشاب الاشقر اللي اسمه ناتسوكي بيحكي لها انها بتشبه كلبته إليزابيث، ولهيك لما شافها ركض عليها لانها صغيرة ولطيفة مثلها. هاد بيمدح او بيسب ما حدا بيعرف، والمهم انه بيعرفها الشاب التاني باسمه ماساتو، وكلهم بيرحبوا ببعض وبيتعرفوا على بعض. وبالصف بيعرفهم أستاذ رينجو على حاله وهو مغني مشهور، وبيحكي لهم انه هو اللي راح يكون مسؤول عن فصلهم، وبيشرح لهم انه ممكن يحصلوا على فرصة الظهور على الشاشات عن قريب في حال اثبتوا جدارتهم. ولما بيطلعوا لاستراحة الطعام بتحاول هاروكا تلحق توما بس بتتعرقل وبتيجي لتوقع بطاقتها، فبيمسكها الشاب اللي اسمه تشو وبيمسك لها البطاقة وبيقولها انه انقذها. وبنشوف بعد الشاب اللي ساعدها بوقت اختبارها الاول وبيقول لشو ينتبه لانه هو حط عينه على هاروكا قبله، وبيتدخل مسطه وبيقول له انه دائما بيغازل الفتيات. وبتنزلت توما من هاروكا لانه مو عارف انه الشاب اللي ساعدها هو شخص مشهور كتير من عائلة جينجوجي واسمه رين. مع كل انها المكان واضح بيكون انه رح يكون في منافسات كبيرة بين الاغنياء والفنانين، وبيرجعوا هاروكا وتومو لغرفتهم وبيرتبوا اغراضهم، وبيكون حلم هاروكا انها تكتب اغنية لمغنيها المفضل هيتو. فبتسألها تومو ليش بتحب هالمغني اللي تقريبا كوميدي ومو رائع، فبتحكي لها هاروكا انه هي طفلة صحتها كانت سيئة ولهيك ارسلوها اهلها لتعيش مع جدتها بالريف، ولما رجعت للمدينة لما كبرت ما قدرت تتحمل هالاجواء الغريبة والازدحام، وبوقتها سمعت صوت هياته واغنيته وحست بروعته، ومن وقتها حست بشي غريب وكأنه سحرها بصوته. وبتحسدها توما لانه عندها هدف واضح وطموح جيد. عكلا بعدها بتفوت قطة لغرفتهم وبتسرق شي بخص هاروكا، وبتلحقها هاروكا لتسترجعه، وفجأة وهي برا عم تلحقها بتشوف هياته قدامها. تتفاجأ هاروكا وبتخجل وبتقول انها معجبة كبيرة فيه وما توقعت تلاقيه هون، لكنه بيقولها انه اسمه توكيا وبيطلب منها ما تتخربط بينه وبين الغبي هياته. وبتستغرب هاروكا لانها متأكدة انه اللي قدامها هو هياته، لكن بيظهر المدير فجأة وبيحكي لها انه هاد هو اخ هياته التوأم، وبتخجل هاروكا وبترجع على السكن وبتخبر توما باللي صار معها. فبتحكي لها توما انه هلا هي فرصتها لتتقرب من هالشخص اللي اسمه توكيا
وبوقتها رح تقدر تقابل حلم حياتها حياته. بيبدو بعدها بالحصص الرسمية وبيخبرهم الأستاذ رينجو بأنه بالبداية رح يتعاونوا الكتاب مع المغنيين بشكل طبيعي بالدراسة، ولكن بعدها رح يتم تقسيم كل مغني مع كاتب أغاني كشريك لإله ومن أي صف حسب اختيارهم، ورح يكون في اختبار للشركاء، واللي رح ينجح فيه رح يبلش بأول دور لإله مع شريكه على التلفاز. والمفاجأة الأكبر هي إنه في قانون واحد ممنوع أي حدا يكسره، وهو ممنوع الارتباط والعلاقات بين الطلاب، ورح ينفصلوا من المدرسة أي اتنين بيحبوا بعض. وبالبداية رينجو بيطلب منهم يكتبوا مع بعض لحن موسيقي مع نوتة، يعني قصيدة غنائية كشركاء من خلال القرعة، وبتطلع هاروكا مع إيتوكي، وبيطلب من هاروكا تطلع لتعزف على البيانو كمرجع لإلهم لبداية اللحن، لكن هاروكا ما عندها أي خبرة بقراءة النوتات ولهيك ما بتعرف شو تعمل وكيف تعزف، وبيحسوا كل الطلاب عليها وبيبلشوا يحكوا عنها. هاروكا بتحس بحزن كبير مع انه بيحاول ايتوكي يدافع عنها، ولما بتطلع من الصف بيحكي معها وبيحكي لها انه هو كمان ما عمره ألف لحن موسيقي من قبل، بس بيعرف يقرأ النوتات وبيحسسها انه كل شي رح يكون بخير. ولما يحفزها بكلامه بتحس انها لازم ما تخذله وبتنطلق لا تتعلم النوتات الموسيقية، بينما بيحس أوتوكي إنه مو قادر يكتب أي شيء وبيكون شريك غرفته هو توكيا، فبينق عليه ليخبره طريقة كتابة القصيدة الغنائية وما بيفهم منه أي شيء، ولهيك بيروح ليسأل البقية من الشباب اللي تعرف عليهم عن كيف بيكتبوا أغانيهم، بس مع هيك كل واحد منهم بيعطيه فلسفته الخاصة اللي ما بيفهم منها أي شيء. أما عن هاروكا فبتقضي كل وقتها بدراسة الكتب والنوتات لا تقدر تقرأهم وتكتبهم وتفهمهم، وبتتعلم كيف تقرأهم، بس مع هيك فهي لهلأ مو قادرة تكتب أي أغنية وبتحس حالها فاشلة. إذا هلأ ما رح تقدر تكتب أغنية فأكيد ما رح تقدر تحقق حلمها كتابة أغنية لهيته، وبتخفى وهي عم بتحاول وبتحلم بذكرى مع جدتها فيها بتتذكر إنها ألفت لها أغنية من زمان وهي طفلة، وبتتذكر كمان إيتوكي وقديه هو لطيف معها، وبتحكي إنه بيذكرها بالشمس دافي ولطيف، فبتطلع للدندن وتجرب تصنع لحن لحالها وبيسمعها إيتوكي وبيحكي لها إنه حب كتير اللحن، وبيجرب هو يغني شوي بعض كلمات ألفها وبيغني جزء بسيط منهم وبيعجبهم، فبيقرروا الاثنين يتشاركوا مع بعض بصناعة الأغنية بدل ما كان كل واحد فيهم يجرب لحاله. وبيحكي إيتوكي وهو عم يكتبها الأغنية ويغنيها إنه هاي هي مشاعر تجاه هاروكا، وبيكون بالأغنية كلام كتير عن الحب وبيصنعوها سوا وبيسجلوها. ولما بيشوفوا توكا وهو عم بيغني بيحس إنه إيتوكي واقع بالحب. ناتسوكي وماتسويا وإيتوكي كانوا عم يرقصوا على أغنية قدام هاروكا وكانت معجبة بتناغمهم، لكن ماتسويا بيحكي إنه بينقصهم كتير بالإيقاع والتناغم سوا. وبهالوقت بيشوفهم رين وهو عم يتلاحق من قبل فتيات كتار كلهم مغرمات فيه، وبيكون حامل وردة عم يحكي لهم إنه رح يقدمها للي بتخليه يقع بحبها، لكن لما ينتبه على هاروكا وبقية الشباب بيجي لعندها وبيقدم لها الوردة وبيحكي لها إنه القدر ربطهم مع بعض. نشوف بعدها شو إجا وحذر رين من أستاذ هيوغا اللي تعد بعقوبة لو ما سلم واجباته هالمرة، وفعلا بيجي الأستاذ وبيحكي لرين انه لو ما سلموا الواجب المطلوب رح ينطرد من الاكاديمية، وبنعرف انه مسطة ورين اصدقاء من الطفولة سبب لقاءاتهم المتكررة مع ابائهم بالحفل، ولكن بعد ما بلشوا يكبروا اتغير كل شيء وبطلوا يحكوا مع بعض تقريبا، وبيروح مسطة ليطلب من رين يدرس ويعمل واجباته بالرغم من هالشي، لكن رين بيقوله ما يتدخل فيه وبيقدر يعرف انه قلقان عليه، ومع هيك بيطلع رين ليعزف وبيثير عزفه بجماله فضول هاروكا اللي بتروح لتبحث عن الصوت، ولما تشوف انه رين بتقوله انه عازف رائع، وبتشوف ورقة الواجب اللي كان عاملها ومجهزها ليرميها وبتقوله انها سعيدة لانها كانت مو حابة تفكر بانه رح ينطرد فعلا، بس رين بيحكي انه تعب من هالمكان وبده يغادر، وبوقتها بيجي مسطه وبيقوله يغادر اذا، وبيحكي له انه ما بيحبه
لأنه هو حياته كلها متعلقة بالموسيقى، وحارب والده ليجي لهالمكان. ومع هيك رين مستهتر، ورين بيقول له إنه هو هون مو بإرادته أصلا، ولهيك بده يغادر. وبيمزح الواجب، ولهيك بتروح حركة تبحث عن كلماته اللي مزاهم، وبتلاقي الورق بعد بحث طويل. وبنعرف إنه والدة ترين كانت مغنية مشهورة، ولهيك هو حب يكون مثلها، مع إنه والده محا ورمى كل شي بخصها. لكن بعدها بتيجي هاروكا لعنده بتقول له انها لزقت له الورقة، وبتقرأ له الكلمات اللي كتبهم، وبتقول له انه كلمات رائعة، وبتطلب منه يبقى. فبيتشكرها رين على مساعدتها، وبتروح هاروكا لتطلب من البقية يلاقوا القسم الاخير من الاغنية اللي كتبها رين. وهم عم يبحثوا عنها بيسمعوا رين عم يحكي بسماعات المدرسة، وبيحكي لهم انه انها اغنيته ورح يغنيها هلأ قدام الكل، وبيبلش بعزفه وغنائه. اخيرا بيطلق مشاعره، وبيروحوا رفقاته لعنده ليرقصوا ويحتفلوا معه، لانهم سعيدين بانه رح يبقى. وبعد بتعرف هاروكا انه في حفلة جديدة لهايته، وبتقرر تروح عليها وهي متحمسة كتير، وبيقترح عليها رين ياخدها هو ويكونوا بموعد، بس هي بتحكي اكيد لا، وبتروح بسرعة لتشوفها. وبوقتها بتصدم بطوكيا اخ هايتو التوأم، وبتشوف عنده اصابة برجله، وبتسأله اذا رح يروح للحفلة. فبيحكي لها انه ما رح يروح، ولكن بيطلب منها تنتبه للضيع. وبتستغرب هاروكا ليش الكل عم بيحذرها من انها رح تتوه، وبتحكي انها مو طفلة. بس المفاجأة انها فعلا بتضيع، وبتحاول تسأل الناس اللي حواليها عن الاتجاهات، لكن ما حدا بيعبرها. وفجأة بتشوف ناتسوكي قاعد على كرسي، وبتحس بالفرح انها لقيت حدا بتعرفه، وبتروح لتسأله، لكن بتكون شخصيته مختلفة تماما، وبيحكي لها تبعد عنه لانه عم بيألف بهالوقت. وبتستغرب من هالشخصية بوقت تأليفه وتركيزه. وبيمرقوا شابين من جنبهم، وبيرمي واحد منهم ورقة باتجاه ناتسوكي. وبوقتها ناتسوكي بيقوم بغضب وبيضرب الحيط اللي جنبه، وبيكون مرعب. وبيجي شو بعدها وبيلبس ناتسوكي نظاراته، وبوقتها ناتسوكي بيشوف اللي حواليه وبيرجع لطيف مثل ما كان. وبيحكي شو لهاروكا انه ناتسوكي بيكون مرعب كتير هو بدون نظارات، وبيسمي حاله ساتسوكي. ومع هيك فساتسوكي عبقري بالموسيقى، وبياخدوا ليقعدوا معه سوا ويرتاحوا شوي بعد الخوف اللي عيشهم فيه. وبيحكوا لهاروكا انهم كمان جايين على نفس المكان معها، لانه في عرض تاني بعدها بدهم يحضروا. نهايته فالواضح انه حزين ومو سعيد، وبيحاول مدير اعماله يرفع من معنوياته ليقدم هالاغنية. ولما بيطلع للمسرح ليغني بتحس هاروكا بانه في شي مختلف بادائه، ومو مثل ما كان من قبل. وبيوقع منه المايك فجأة وهو عم بيغني، وبيبلشوا البنات يصرخوا وينادوا عليه، وبيتدافشوا ليوصلوا له، وبيضربوا بناتسوكي اللي بتوقع منه نظاراته مرة عاشرة، وبيرجع للوحش ساتسوكي. بينط ساتسوكي للمسرح وبيحكي لهايته انه معصب منه لاني عم بخبي جانبه المظلم، وعم يعمل حاله سعيد كل الوقت، وهالشي واضح. وبيطلب منه يسمح له يغني ليورجيه الجانب المظلم. بيوافق هايته بانه يتركه يغني على المسرح، وبيكون اداؤه قوي ورائع، وبيشوفوه حتى طلاب الاكاديمية. لكن تطلع هاروكا وشو للمسرح، وبيلبسوا النظارة ليرجع لطبيعته. ولما تحاول هاروكا تمشي على المسرح تتعرقل وبتوقع، وبيمسكها هايته. بس بوقتها بيجي نظرها لرجله، وبتلاقيها مصابة بنفس الإصابة اللي شافتها على طوكيا لما اصطدمت فيه اليوم. بتتفاجأ هاروكا وبتسأله إذا هو طوكيا أصلا، لكن بيناديها شو لينزلوا من المسرح. وبترجع معه وهي عم تتساءل ليش طوكيا هو اللي كان على المسرح. وبترجع للأكاديمية وبتتحسن بالعزف، وبيمدحها أستاذ رينجو، وبيحسوا الطلاب باختلافها من قبل. لكن هاروكا لسه عم بتفكر بهايته بطوكيا، ولما تشوفه بالمطار تنزل لتحكي معه بسرعة. هاروكا قدرت تفهم انه ما في توأم اصلا لهايته وهو نفس طوكيا، وبتحكي له انه عرفت هالشي لحالها، بس هو بيقولها انه ما إلها اي علاقة بالموضوع، وبيطلب منها ما ترجع تحكي عنه مرة تانية. بتحتار ليش يعمل كل هالاشياء، وليش ما فات تحت اسمه الطبيعي وصنع قصة جديدة ليرجع يفوت لمدرسة الموسيقى اللي هو
موهوب فيها اصلا، وبننتقل لطوكيو اللي بيكون عم بيغني قدام استاذ هيوغا وبقية الطلاب الموهوبين من الصف اس، لكن هيوغا بيحكي له انه بيمتلك كل شيء ما عدا شيء واحد، انه يغني من قلبه، ولهيك ما رح يقدر يخلي بهالصف اكثر من هيك. وبنعرف انه مدير اعماله ما بيعرف اصلا عن انضمامه بالاكاديمية، وبيحكي له انه صار يتأخر عن مواعيده، بس مع هيك طوكيو ما بيرد عليه غير لما بيقول له انه في كتير مقابلات جاي، خصوصا بعد نجاح الدراما اللي مثل فيها، وما رح يخلوه يعمل حفلات غنائية اكثر من هيك، لانه اغانيه ما عم تلقى نجاح الفترة، ولانه مشهور اكثر بكتير بالبرامج والافلام والدراما. وبيحس طوكيو بحزن كبير لما يعرف انه ما اله فرصة بمجال الغناء. بيخبر شو هاروكا والبقية بانه طوكيو انطرد من صف اس للموهوبين ورح يرجع للصفوف العادية، لانه اغاني ما فيهم احساس، وهو الشيء اللي فعلا حسته هاروكا لما حضرت حفلته الاخيرة. وبيستدعي المدير طوكيو، وبنعرف انه هو الوحيد اللي بيعرف انه طوكيو هو نفسه هياته، وبيحكي له انه مستواه عم يتراجع كتير، وهالشي يمكن يخليه يلغي كل الاتفاقيات اللي اتفقوها سوا بخصوص تحسين وضعه الغنائي وتغيير وكالته. هالمصايب عم تنزل على هالمسكين ورا بعض. وبتلمحه هاروكا وهو نازل من السكن لبرا من الشباك، وبتركض لتحكي معه، ولكنها بتلاقيه عم بيغني الأغنية اللي سمعتها من هايته أول مرة عرفت بوجوده، وهي الأغنية اللي خلتها تحط طموح بحياتها وتستمر بالمدينة. تبكي هاروكا لما تسمعها لأنه أثر فيها بغنائه أخيرا مرة تانية، وبتحكي له أنها تأكدت بأنه حياته هلأ، وبتسأله ليش الظهر بالعكس، فبيحكي لها أنه إذا ليغني هون، لكن للأسف أغاني ما فيهم عاطفة. فبتحكي له هاروكا إن أغنيته هلأ كانت رائعة، وبيقول أنه السبب إنها تخيلته حياته مو أكثر، لكنها بتحاول تفهمه إنها حاسة فيه، لأنها كمان لما إجت تعزف على البيانو أول ما إجت هون قدرت، مع إنها بتعزف عليه من الطفولة، ولكن بالنهاية رجعت تعزف عليه مثل قبل. بيتضايق منها حياته وبيحكي لها ما تتظاهر إنها بتفهمه، ومن بعدها بيداوم طوكيو بصف هاروكا، والكل بيحكي عنه وعن اختلافه، وبيعلن الأستاذ رينجو بأنه رح يكون في مخيم صيفي الفترة القادمة، ولكن اللي بعدها رح يكون أهم قرار بحياتهم، لأنه رح يختاروا لما يرجعوا لشريك لإلهم بين المغنيين والمؤلفين، بمعنى انه هالمخيم الصيفي رح تكون فرصتهم ليلاقوا الشريك المناسب، وبوقتها تطلع هاروكا على طوكيو. طلعوا سوا برحلة التخييم، وكل بنت كانت عم بتقرر من الشخص اللي رح تختاره معها، وحتى اتوما قررت انها رح تختار ياجيما اللي عملت معه الواجب المرة الماضية لانه بيعمل الحان رائعة، ومتوافقين مع بعض. وسألت هاروكا اذا قررت، بس هاروكا بتقول انها لسه مو متأكدة، فبتنصحها تستاجل لحتى ما حدا يسرق الشخص اللي بدها اياه منها، مع انها بتكون حابة تتشارك مع طوكيو، بس هي خايفة من ردة فعله، خصوصا بعد اخر كلام بينهم. وكالعادة بيعمل لهم المدير استعراض للوصول، ولما بتروح هاروكا للكوخ بيظهر قدامها طوكيو، بس ما بيحكي معها اي شيء، وكمان هي وبتروح للكوخ وبتبدل ملابسها وبتنزل للشاطئ. بوقتها بيجي اتوكي لعندها وبيحكي لها انه بده يحكي معها بموضوع، وبيقول انه بيحب الموسيقى اللي بتألفها، وكمان بده يغني اغنية من تأليفها، ولهيك فرح يختارها كشريكة ورح يكتب اسمها. وبنشوف حتى بقية الشباب لسه محتارين وما قرروا مين رح يختاروا، بس كلهم عندهم فكرة مبدئية حوم حول هاروكا. وحتى طوكيو بيكون عم بيفكر بكل شي صار معه وبهاروكا كمان، وهاروكا بتكون عم بتفكر باللي صار بينها وبينه وبإيتوكي اللي قرر يكتب اسمها وما بتقدر تنام، فبتطلع لبرا لتفكر شوي. وبنشوف القطة اللي تعرفت عليها هاروكا انوصلت فجأة بالمكان مثل كأنها روح بتحرسها. بتسعد هاروكا وبتحمل القطة وبتحكي معها بأنها مو عارفة كيف تساعد طوكيو، فبتركض القطة بعدها وبتاخدها لمكان بعيد فيه مثل المعبد القديم. وفجأة بتلاقي شاب ظهر من العدم بيحكي لها انه اسمه ساشل وانه امير حضارة تانية، وبيحكي لها انه كان بيراقبها من زمان من النجوم. وبنعرف انه ساشل هاد هو الروح اللي جوا القطة، بس هاروكا ما بتعرف هالشي، وبيحكي لها انه هالايام انوجدت
لا تتحداها بس رح تقدر أكيد تتخطاها، وهو رح يحميها، وبالنهاية بتفيق هاروكا وهي حاسة حالها حلمت حلم غريب. لكن بتلاقي الوردة اللي أهداها إياها سشل بإيدها، وقدامها بتشوف طوكيا وبتروح لتحكي معه، وهو بيحكي لها إنه كان عم بيفكر فيها لأنه أذاها وجرحها بأكثر من مرة، وما إله حق يعمل هالشي حتى لو كان متضايق. بس هاروكا بتقول له إنه السبب منها وبتقول له ما يهتم، لكن مع هيك طوكيا بيحكي لها إنه هو الغلطان وإنه كان ضايع بين شخصية طوكيا وشخصية هايتو. وبتقول له هاروكا بأنها انفتنت بأغاني من أول ما سمعتهم وإنه السبب بوجودها بهالمكان. فبيشرح لها طوكيا حالته وبيحكي لها إنه من بعد ما انشهر باسم هايتو فقد هدفه وما عرف شو يعمل، وكمان تعرض لحادث وقعد بالمشفى لوقت طويل. بوقتها سمع صوت طفل عم بيغني أغنية وتأثر كتير بصوته وإحساسه، وكانت من المرات القليلة اللي بيحس فيها فعلا بالأغاني جوا. وبوقتها صار يغني كمان مع الأطفال اللي كانوا مريضين بالمشفى وكلهم حبوه، بس بعدها ما قدر يرجع يغني مثل ما غنى من قبل. تتأثر هاروكا وبتبكي وبتقول انها بتستنى يقدر يغني مرة تانية، وبيتشكرها هو وبيحكي لها انه رح يحاول. وبنشوف باليوم التاني رين اجا لعند هاروكا وقالها انه بده اياها هي اللي تألف له الأغاني. فعلا بيتحسن أداء طوكيا بالغناء وبيشجع المدير وبيحكي له إنه لو استمر هيك رح يرجع لصف S، وبيكون المدير عارف إنه هاروكا هي اللي خلته يتحسن. وبيرجع إيتوكي يحكي مع هاروكا عن موضوع الشراكة لما يرجعوا وحتى رين. وبنشوف ماساتو مزعوج من رين وبيطلب منه يبتعد عنها لأنه هو اللي رح يحصل عليها كشريكة. وكمان شو بيطلب يحكي مع هاروكا وبيحكي لها أنه هي الوحيدة اللي قدرت تفهم حبه لهيوغا كممثل لأنها بتحب هايتو، ولهيك فهو حابب يصنع موسيقى معها لأنها لطيفة وطيبة معه دائما. وبيقاطعه ناتسوكي وبيحكي أنه هو كمان بيحس بنفس الإحساس تجاه هاروكا وبده إياها تشاركه الموسيقى. وبتنزلت هاروكا من هالمواقف اللي عم بتصير معها وبتهرب منهم كلهم. توصلها رسالة من ماساتو يطلب فيها يكون شريكها، وبتحكي اللي صار معها لتوما اللي بتتفاجأ كمان، بس بتحكي لها انها موهوبة كتير واكيد الكل رح يكون بده يتشارك معها. وبتحكي توما انها تختار اللي بده اياه قلبها، ومع انها كانت نفسها تشارك هايتو بس بعد ما تعرفت عليهم كلهم عاشت معهم مشاعر كتيرة كمان. وبيخبرها استاذ رينجو بانه طوكيا اجا وقدم طلب لتكون شريكته، وبيزيد من حيرتها. وبتتوتر هاروكا اكتر بعد هالخبر. وبعد تفكير طويل هاروكا بتقرر تختارهم كلهم ليكونوا شركائها، وبتجيب لهم ورقة ألحان لأغنية مكونة من 6 أشخاص مع بعض كمجموعة، وبتحكي لهم إنها ما شافت بروعتهم ولايك فبدها تجمعهم مع بعض لأنها متأكدة إنه شي جميل اللي رح يظهر بعدها من تناغمهم. لكن طوكيا ورين بيعترضوا على الاختيار وبيحكوا لها انهم بيرفضوا هالشي، وانها كان لازم شجعت قلبها واختارت واحد منهم. وبوقتها بيفوت المدير للغرفة لانه كان عم يسمع كل شي، وبيحكي لهم انه عجبته الفكرة ولكن لازم هاروكا تتبع القوانين لانه القاعدة هي انهم يكونوا شخصين وبس. وبيحكي لها انها لازم اليوم قدامه تختار واحد منهم وإلا رح يتم استبعادهم كلهم. تحزن هاروكا كتير والبقية، وبيحاول إيتوكي يساعدها وبيكتب بعض كلمات الأغنية، وبيلحقوا ناتسوكي وشو وماساتو وبيشاركوها كلهم كتابة بقية الأغنية ما عدا طوكيا ورين اللي بيكونوا قاعدين لحالهم ومحتارين شو أفضل حل يعملوا. بس بيقرروا يساعدوها كمان كتابة الأغنية، ولما بينتهيوا من الكتابة بيركضوا بسرعة لقابل المدير اللي بيكون رح يغادر لمنطقة تانية هاليومين. وبتطلب منه هاروكا والبقية يسمع أغنيتهم على الأقل ويحكم بعدها. وفعلا لما بيسمعها بيحس حاله عم بيدوب بمشاعر الحب واللطافة اللي موجودة فيها، وبيتأثر المدير كتير وبيحكوا لهم ما يحكوا أكتر لأنه حب الأغنية وبيسميها هو أغنية الحب الحقيقي 1000%. لكن المدير بيستدعي بعدها هاروكا وبيحكي لها إنها مو استثنائية مثل البقية، وهالشي مو بصالح حدا بده يكتب ويشتغل مع أكثر 6 طلاب مبدعين بالأكاديمية
واللي رح يصيروا ايدولز، ولهيك بيحكي لها لما يكون مجتمع فيهم كلهم بانه ما في يخلي مصير هالفرقة بين ايديها، لانه تصرفاتها اقرب لفان من انها تكون محترفة. بيعترضوا الشباب لانه جمعوا اصلا بالفرقة كرمال هاروكا، ولكنه بيحكي لهم انه المحترفين رح يغنوا لو مين ما كان الكاتب والملحن، وبيحكي لهم انه لا تكون بعالم الفن لازم تكون شخصية استثنائية وقوية، بس هالشي ما بينطبق عليها، خصوصا بعد ما سمع اداء الفرقة الرهيب واللي صار لهم فرصة بانهم يطلعوا للمسرح الحقيقي كمغنيين. عكلا المدير بيطلب منهم يتدربوا وبيتركهم يروحوا، وبيتجمعوا كلهم مع هاروكا وتاما وبيحكوا انهم رح ينسحبوا في حال ما كانت هاروكا هي المؤلفة، لكن هاروكا بتقولهم ما يتصرفوا بهالطريقة وما يضيعوا فرصة ظهورهم بحفل حقيقي، وبتوعدهم انها تقوي من حالها وتتحسن لدرجة يقبل المدير بوجودها معهم. وبيوم التدريب ما بيحضر اي حدا منهم للمكان، وبيكونوا عم يتناقشوا بين بعض على انهم رح يقاطعوا تدريبات لحد ما يقبل المدير يرجع لهم هاروكا، بس بيحكي ناتسوكي انه ما في فايدة من اللي عم يعملوه لانه مستحيل المدير يقبل، وبيتفق معه ماساتو، وبيحكي انه ما في هدف من عدم التدريب. بس فجأة بتفوت لعندهم توما وبتقولهم انه هاروكا مو موجودة ورجعت لعند جدتها. بتتفاجأ جدتها بقدومها وبتطلب منها تسمعها واحدة من الاغاني اللي الفتهم للفرقة، بس هاروكا بحزن بتحكي لها انه شي يوم رح تسمعهم. بتحاول جدتها تغير لها جو وتحكي معها عن الزراعة، بس هاروكا بتكون سرحانة بكلام المدير لإلها بانها مو ضرورية بهالفرقة، وبتحكي لجدتها بانها يمكن تبقى هون. فبتروح جدتها للبيانو اللي كانوا بيعزفوا عليه، وبتعزف معزوفة مفضلة عند هاروكا، وبتحكي لها انه من هي طفلة كانت موهوبة، لانه اي مقطوعة كانت تسمعها كانت تقدر تعزفها بسرعة بعدها، وكانت تحب الموسيقى دائما وتحلم تدرسها، لكن صحتها ما كانت تسمح لها، وفاجأتها لما قررت فجأة تدرس بأكاديمية ساوتومي، ولهيك كانت سعيدة لإلها. فبتبكي هاروكا وبتقولها انها هربت من الأكاديمية لأنها ما تقبلت انها مو موهوبة مثل البقية ومو ضرورية بالفرقة، وبتضمها جدتها وبتقولها ما تنسى انها قابلت اشخاص رائعين يمكن ما تشوف مثلهم مرة تانية، وبتحسن من نفسيتها. ولهيك بتقرر هاروكا تاني يوم انها ترجع، وبوقتها بتشوفهم كلهم قدامها عم بيغنوا لها، وبتتأثر هاروكا وبيحكوا لها انها مو مجرد بنت عادية وبدهم يغنوا اغانيها. بتتشكرهم هاروكا على ايمانهم فيها، وبتحكي لهم انها ما رح تستسلم وهي اللي رح تكتب لهم الاغاني وبس. وفجأة بيسمعوا صوت المدير عم يضحك، وبيحكي لهاروكا انها نجحت بالاختبار لانه كان بده اياها تصر على كتابة الاغاني لإلهم وما تستسلم لانها شخصية طيبة، وانه هيك رسميا صارت المؤلفة للفرقة. يفرحوا كلهم بالخبر وبيرجعوا للتدريبات، واخيرا بيحين وقت حفلتهم الاولى، وبيكون في جماهير كبيرة بعد التسويق للحفلة ووسامة الشخصيات واصواتهم الرائعة، وبيغنوا اغنيتهم الاولى وبيبدعوا فيها. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية هالحكاية. مين اكتر شخصية حبيتوها وحابين هاروكا تكون معها؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. بنشوفكم ملخص جديد ولوقتها سايونارا.